الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد البرعي، مدرس أمراض البطن والجهاز الهضمي والكبد في جامعة الأزهر، وسكرتير عام مؤتمر الأول الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي. النهاردة اليوم الثاني للمؤتمر للجمعية، شهد عديد من الجلسات. كان الجلسات الصباحية في جلستين، جلسة عن تدريب الأطباء على كيفية عمل الأبحاث الطبية وكيف كتابة الأوراق البحثية، والجلسة الثانية كان فيها تدريب الأطباء على تقنيات الأشعة في تشخيص أمراض الكبد والجهاز الهضمي. بعد كده تبع الجلستين دول جلسة عن المضادات الحيوية واستخداماتها وعلاج بعض الأمراض المعدية، اللي كان من ضمنها محاضرة أنا قلتها عن البكتيريا الحلزونية. البكتيريا الحلزونية طبعا من الحاجات الشائعة جدا في مصر، بنسميها بكتيريا المعدة أو برسومة المعدة. وكانت المحاضرة عبارة عن إيه الحاجات اللي بتعوق الدكاترة في تشخيص وعلاج البكتيريا الحلزونية، وخاصة الاستخدام الغير صحيح لبعض المضادات الحيوية بجرعات أقل أو بأنواع غير فعالة في مصر. إن شاء الله إحنا لسه مكملين لحد دلوقتي الجلسات، وفي جلسات عن فيروس بي هتبقى موجودة بعد ساعة إن شاء الله. وآخر اليوم في تدريب عمل الأطباء على استخدام الموجات الفوق صوتية، وعلى استخدام المناظير، واستخدام جهاز قياس مرونة الكبد. كلمنا عن جرثومة الحلزونية يا دكتور، وإيه علاقة المضادات الحيوية بيها؟ المشكلة اللي موجودة دلوقتي مش في مصر بس، في كل العالم، إن المضادات الحيوية ما بقتش فعالة زي زمان بنسبة كبيرة بالنسبة للبكتيريا الحلزونية. أصبح في حاجة اسمها مقاومة البكتيريا الحلزونية للمضادات، فلابد إن احنا يبقى عندنا في مصر المعلومات المحلية اللي بتقول البكتيريا دي مقاومة للمضادات الحيوية المعينة كذا وكذا ولا لا. في كتير من العلاجات اللي كانت بتستخدم لفترة قريبة زي حاجة اسمها العلاج الثلاثي للبكتيريا الحلزونية. العلاج الثلاثي أصبح في كل العالم تأثيره أقل مما كان معروف سابقا، وكتير من الدول أصبح النتائج أقل من 70%. فإحنا النهاردة بصدد إن إحنا نتأكد من هذا في مصر، هل العلاج الثلاثي ما زال فعالا زي ما كان فعال زمان أو زي ما تعودنا كلنا كدكاترة، وهل إحنا باحتياج إلى إن إحنا نستخدم العلاج الثلاثي. هو العلاج الثلاثي عبارة عن إيه دكتور؟ عبارة عن مضادين حيويين مع واحد من أدوية المعدة. الأدوية المعدة اللي هي بنسميها أدوية الحموضة اللي بتقلل أحماض المعدة. الاثنين المضادين الحيويين، مضاد حيويهم اسمه كلاريسترومايسين، واحد كمان معاه يا إما أموكسيسيلين أو مترونيدازول. دي الأسامي العلمية للمضادات الحيوية اللي بنستخدمها في العلاج الثلاثي. العلاج الثلاثي كان زمان لحد قريب خالص كان فعال وكان يعني مقبول من كل الأوساط العلمية، لكن في الأونة الأخيرة في الخمس سنين الأخرانيين حصل مقاومة في كتير جدا من دول العالم، بل إن في أوروبا المقاومة بدأت من قبل خمس سنين كمان. لكن إحنا بنحاول إن إحنا دلوقتي نعمل دراسات في مصر علشان نشوف هل البكتيريا بقت مقاومة لهذه المضادات ولا لا، ولا إحنا محتاجين نستخدم خط العلاج رقم 2 ورقم 3، وهل إحنا محتاجين نستخدم حاجات زي إن إحنا نزرع البكتيريا ونشوف حساسيتها للمضادات الحيوية قبل ما نبتدي العلاج أو بعد فشل العلاج مرة أو مرتين. شكرا يا دكتور. شكرا.